يكون ربك رايد ان سلامه يتجوز عزه. عشان كده ربنا عطرني في الست دي. رخر انا اول ما عرفت قلت سلامه قوي. ربنا يخليك ليا يا سعيد، طول عمرك جدع وصاحب صاحبك. يا جدع عيب، ده احنا متربيين مع بعض واكلين مع بعض قش وملح. لا وايه؟ الدهب ده مش هتدفع فيه مصنعيه، هو بوزنته كده على طول. وانت وقعت على الست دي فين؟ هي يعني معرفت ام الله يرحمها، وزي ما تقول كده كانت مزنوقه حبتين، ظروف يعني صعبه، قالت ابيع دهبي. طيب يعني مش ممكن تهزهم شويه؟ ازا يا عم فرجالي، ابوك مش عايز اجوزك يا سلام. لا لا لا، قوم هات الدهب بسرعه يلا. ما هو معايا. هات الدهب يا سيدي. بس بقول لك بقى ايه؟ هي الست بس محتاجة 2000 جنيه الليلة، والباقي هنبقى نكتبك بيه صلاة انت وسلامك وسط خير. انا يعني ماليش اي مصلحة في الموضوع، وهنبقى ناخدهم منك على شهور. اهو الختم اهو على الابزيم. وانا يعني اغشك يا عم علي بابا. طيب علي بابا. فين بقى فاتورته؟ فاتورة ايه؟ فاتورة الدهب. فاتورة ايه يا عم فرغالي؟ هو في فاتورة تقعد لك 20 سنة؟ ما تتكلم يا عم، الزهر ابوك مش عايز يتجوزك بجد. صح يا ابا، في حد يشيل فاتوره 20 سنه؟ واحنا ايش عرفنا ان وزنتهم مظبوطه؟ انا كنت عارف انك هترزع البق ده. وادي يا سيدي الميزان، امن نفسك واوزن وظبط حالك، ويبقى انا كده عداني العين. يلا يا ابا يلا، قوم هات الفلوس يا ابا يلا يلا. انا بقول